اهلا، اخباركم عاملين ايه؟ بتكونوا مبسوطين وفرحانين؟ معاكم ابانوب مره تانية. لو انت رايح تشتري موبايل اندرويد جديد، لازم قبل ما تروح بتعمل كذا حاجه وتبقى حاجه معاك في ايديك كده كاتبها. لو انت معاك موبايل قديم، وممكن يكون لما انت رحت تشتري الموبايل ده مش انت اللي اشتريته اساسا وجالك الموبايل شغال لغايه عندك، ففي كام حاجه لازم تبقى عارفها. الميل بتاعك اللي على جوجل بلاي ده لازم يبقى بتاعك انت، لازم يبقى باسمك انت، لان كل الداتا بتاعتك اللي على الموبايل بتتخزن على الميل ده. فدي مش قصتي خالص في الفيديو دلوقتي، قصتي في الفيديو انك انت ازاي تعرف تعمل ايميل قبل ما تروح تشتري الموبايل ده. لازم يكون معاك جيميل اكاونت او معاك جوجل اكاونت عموما، هو ده اللي بتحطه على الموبايل اندرويد اول مرة عشان الموبايل يشتغل معاك وتبقى الدنيا تمام ويبقى الموبايل بتاعك والايميل بتاعك. معلومة تانية بسرعة، لما انا اجي اقول لك عايزك او عايز الايميل بتاعك، لو انت رحت يعني مثلا عندي في البنك ساعات بيبقى فيه برودكتس او فيه سيرفيسز معينة بتبقى محتاجة ان انا اكون عايز الايميل بتاعك. فارجوك لما اقول لك عايز الايميل بتاعك ما تدينيش الفيسبوك اكاونت، يعني بليز ما تدينيش الفيسبوك اكاونت بتاعك، لا اديني الايميل بتاعك اللي هو الياهو ميل او الجيميل او ان شاء الله يكون ايه، بس مهم ان يكون ايميل. فاكر زمان لما كنا بندخل عليها عشان نبعت لبعض ايميلات، هو ده الايميل، ده الشكل الحصري للايميل. الفيسبوك ده اسمه فيسبوك اكاونت، انت موجود على شبكه التواصل الاجتماعي عشان تعمل شاتنج مع اصحابك، تبعت لهم او تنزل لهم صور، تنزل لهم فيديوهات او ايا كان، بس الايميل ده متخصص اكتر بنبعت لبعض ايميلات. فلما اجي اقول لك عايز الايميل بتاعك، خليك عارف ان انا عايز الجيميل او الياهو او الهوت ميل او اي وسيله انت بتستخدمها بس. ففي الفيديو ده هشرح لكم ازاي تعمل جيميل اكاونت. انا عارف انه ممكن يكون الموضوع سهل وبسيط جدا جدا ليك، بس خليك واثق ثقه عمياء ان في يعني لو في لا 10 يعرفوه لا في 100 ما يعرفوهوش، فيعني يا ريت نعرف بالذات، لان في 100 ممكن يكونوا يعرفوا بس مكسرين فبيخلوا غيرهم يعملوا لهم الايميل. لا، الحاجات دي لازم انت نفسك تعملها، لان دي حاجات شخصيه او حاجات بيرسونال ليك انت يعني. بس فخلينا ندخل في الموضوع على طول. هنبدا دلوقتي نعمل جيميل اكاونت بان احنا هنفتح جوجل دوت كوم عادي خالص، وهنكتب عليها كرييت ا جوجل او كرييت ا جيميل اكاونت، عفوا خلينا كرييت جيميل اكاونت. هنخش على طول على كرييت جيميل اكاونت، هيفتح لك صفحه عاديه خالص يعني معلومات على جيميل هيلب عموما او معلومات تبع جوجل ازاي تعمل كستيب باي ستيب. هنخش على طول ان احنا نعمل كرييت، افتح لك الصفحة زي ما انتوا شايفينها دلوقتي. create your google account، اول حاجة بيحتاج منك الفيرست نيم، هتكتب الفيرست نيم بتاعك ان كان محمود او احمد، في حالتي انا مثلا ابنوب. اللاست نيم بتاعك ايا إن كان انت عايزه ايه، مثلا اليوزر نيم ده بيكون بتاعك محمد احمد @gmail.com، اللي هو الفيرست واللاست بتاعك لو انت حابب @gmail.com. بعد كده بتكتب الباسورد، بتعمله كونفيرميشن، بعد كده بتكتب الباسورد وبتكرره مره تانية، ويكون الباسورد خلي بالك ان هو بيبقى 8 او اكتر، 8 حروف او 8 ارقام او اكتر، ويفضل ان يكون فيهم حرف كابيتال زي ما بيقولوا، ويكون فيه رمز. بعد كده بتدوس نيكست عادي، تحمل معاك في الخطوه اللي بعدها، تخش تكتب الرقم الموبايل بتاعك كنوع من انواع السكيورتي. هو بيخليك لك هنا الميل بتاعك، مثلا الميل بتاع اسمك abanobsocial@gmail.com او username@gmail.com، يعني الاسم بتاعك @gmail.com عموما. هو كان بيعمل في الخطوه اللي قبلها بيتاكد ان الميل ده مش متكرر مع اي ايميلات قبل كده، لانه متكرر مش هيدخل معاك في الخطوه اللي بعدها. ففي الحاله دي مش مكرر فدخل معاك في الخطوه اللي بعدها، تكتب رقم الموبايل بتاعك كنوع من انواع السكيورتي والامان. بعد ما تكتب رقم الموبايل بتاعك بتكتب رقم الموبايل بتاعك، بعد كده بتختار ريكفري ايميل ادريس، ده بيقول لك انه اوبشنال ريكفري ايميل ادريس ده في حاله انك انت لو الجيميل اللي انت لسه بتعمله نسيت الباسورد بتاعه. انا ما اعرفش ازاي ده هيحصل، بس خلينا نكون عارفين يعني في حاله انك انت نسيت الباسورد ده، انت بتعمل انك انت فورجيت باسورد، فبيبعت لك ريسيت او بيبعت لك على ايميل كده معين، انت اللي هو الريكفري ايميل في الحاله دي يعني، بيبعت لك زي ريسيت باسورد او طريقه استرجاع، او بيبعت لك لينك بتدخل عليه بتكتب الباسورد من اول وجديد يعني، وتعمل ريسيت للباسورد القديم. فالريكفري ايميل ادريس ده مهم جدا، فحاول تكتب فيه حاجه. واعتقد ان هو طالما مكتوب اوبشنال لو انت ما كتبتوش هيجي في خطوه من ضمن الخطوات السكيورتي من جوه في الايميل، يقول لك يا ريت تحط ريكفري ايميل كنوع من انواع السكيورتي زياده زائد رقم موبايلك يعني. بعد ما بتكتبه بتختار تاريخ ميلادك month و day و year، بتختار النوع بتاعك ميل او فيميل، بعد كده next الخطوه اللي بعدها. بعد يقول لك ان هو هنعمل verify للفون نمبر بتاعك عن طريق ان احنا نبعت كود معين
او تو بي مكون من 6 ارقام، بتدوس سند عادي، بتدوس سند. الكود اول ما بيوصلك على الموبايل بتكتبه، اول ما بتكتبه بتدوس فيريفاي، خلاص الكود بتاعك او رقم الموبايل اتاكد او جوجل اتاكدت ان رقم الموبايل ده بتاعك انت، وبالتالي انت بتعمل ايميل ليك. بعد كده بيقول لك get more from your number، شويه حاجات كده بيقول لك receive video calls and message، مش عارف ايه حاجات، اروح عادي براحتكم يعني، براحتك دوس yes I'm in او skip، انا دوس skip عادي. بيقول لك privacy and terms، طبعا محدش بيقراها، هدوس I agree في الاخر، مفيش اي مشاكل لو انت قريتها برضو. بس الجيميل بتاعك اتعمل خلاص كده، وشكرا انت كده جاهز انك انت تاخد الجيميل بتاعك، اللي هو في حالة مثلا انت اسمك محمد محمود، فانت عملته محمد محمود @gmail.com، وبتروح تشتري الموبايل بتاعك عادي خالص والدنيا تمام. في نهاية الفيديو حابب اشكركم جدا جدا لوجودكم معايا في الفيديو، يا رب يكون الفيديو افادكم بشكل او باخر، تكونوا استفدتوا باي معلومة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو حابب انك انت تشير الفيديو مع اي حد كتقديرا للايفورت، او تقديرا انك انت تشارك المعلومة مع حد، تبلغ المعلومة لحد، ان شاء الله تكون حتى هتتريع على ان في حد لغاية دلوقتي ما يعرفش يعمل جيميل اكاونت. بس صدقني تاني العلامة بتكتب على جوجل من فوق how to make a gmail account او how to create a gmail account، وبتلاقي في results بتطلع، العلامة في results دي فيديوهات، فالفيديو ده هيبقى بينهم ان شاء الله يعني، ففي ناس ما تعرفش، فشير الفيديو مع اي حد عشان يعرف المعلومة دي. فthank you for watching and see you next video. اتمنى في النهاية تعمل سبسكرايب، لو انت مش عامل سبسكرايب في القناة هتعمل لايك زرار هنا او هنا، تعمل لايك للفيديو زي ما بقول، وتعمل شير بس، وشكرا وthank you for watching and see you next video. bye.